صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج لبنان اليوم. طبعا خلال هذه الحلقه سنستعرض في خلالها التطورات في لبنان والحرب الدائره على غزه، اضافه الى الملفات الاقليميه والدوليه، لا سيما الملف الامريكي بعد محاوله اغتيال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. كل هذه التطورات سنستعرضها مع ضيفنا في برنامج لبنان اليوم، مع ناشر ورئيس تحرير موقع ديمقراطيا نيوز الدكتور عبد الله بارودي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله. صباح النور، كيفك؟ لنبدا اليوم، طبعا لا زال الحدث الامريكي المتمثل باغتيال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب هو عم ياخذ حيز كبير باخبارنا اليوميه العربيه والدوليه، واخذت يعني على مستويين، عندك الناحيه الامنيه والناحيه السياسيه. اذا نبدا اولا من الناحيه الامنيه، كان في هذا الحادث دلت على ان هناك ثغرات امنيه كادت ان تودي بحياه الرئيس ترامب. مرة ثانية صباح الخير لكل المشاهدين. يعني بالنهاية يعني حتى بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصلا مش أول حادثة بتصير لمرشح رئاسي باستهداف أثناء إلقاء كلمته أو أثناء جولته يعني أو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن خلينا نقول العسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بالنسبه مثل ما نحن بنقول. يبدو انه هذه الحادثه ستؤدي بترامب الى البيت الابيض. يعني كل اليوم المؤشرات ترفع من منصب طبعاً 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 طبعا طبعا اصلا اعتذار الرئيس بايدن اليوم واسفه انه هو من قال استهدفوا ترامب، انه هو لم يقصد بالمعنى الامني، هو القصد بالمعنى الانتخابي كمعركة انتخابية، ولكن انه يبدو انه البعض فهم ما قاله خطأ، وبالتالي قدم اعتذاره لجهة القول باستهداف ترامب. وعلى كل اصلا قبل الحادثة مدام ابتسام، اذا بتلاحظي كانت المؤشرات كلها بتدل انه ترامب هو الاكثر يعني حظوظا، خصوصا بعد اذا بتذكري اخر المناظره الشهيره اللي تمت بيناتهم، واللي بينت قديش يعني مش هالهامش الكبير، ولكن بينت انه بايدن فعلا يعاني من 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 يعني الشيخوخه، وبالتالي من ارتكب عده اخطاء، عده هفوات. ادائه كان اضعف بشكل عام، طبعا حتى لدرجه انه الديمقراطيين انفسهم بلشوا، شفنا بالايام القليله الماضيه بلشوا يحكوا بتغيير للرئيس، وانه وبلشنا نحكي بالدستور، هل يحق بالدستور الامريكي ان اليوم التغيير المرشح بايدن لمواجهه يعني ترامب. وبالتالي نحن اليوم بيبدو بعد هذه الحادثه اصبحت المؤشرات اكثر واكثر عم تكون لمصلحه ترامب، وبالتالي برايي بحاجه بايدن لانجاز كثير كبير ليرجع يعدل الكفة. وهون إذا بدك بنرجع بنروح بقى على الملفات الإقليمية اللي بحاجة لأنه بايدن، ولو أنه أنا برأيي حتى لو يمكن استطاع أن يحقق نوعا ما يعني تقدم فيها، من الصعوبة بمكان أنه الإطاحة بترامب بالانتخابات. هيدا كله برجع بقول مجرد تحليل للواقع، ولكن نحن شفنا بالانتخابات الماضية انه كانت المؤشرات كلها رايحة لعند ترامب بوقت انتخابات ترامب والديمقراطيين. بتذكر كانت الترشيحات رايحة للديمقراطيين، وفجأة أين أنه ترامب هو من حقق الفوز بالانتخابات. يعني بعبارة أخرى دكتور عبد الله، قديش فينا نقول أنه ترامب بدأ يستثمر يعني من خلال بعد هذه الحادثة، وخصوصا بعد دعوته إلى إسقاط كل الدعاوي بحقه؟ ترامب مرات خلينا نكون ننعش الذاكرة شوي، ترامب بلش بمعركته الانتخابية يوم اللي ربح بايدن الانتخابات الأمريكية. يعني إذا بتلاحظي بعد الفورة الجمهورية اللي صار والدخول على الكونغرس والاضطرابات اللي صار، إذا بتذكري بوقتها منذ باليوم التالي
بدأ ترامب عملية تجهيز نفسه لهذه الأيام أو لهذه المرحلة، ونحن كنا نعتبر أنه هذه مجرد فورة ولن يستطيع ترامب أن يعود بترشيحات الجمهوريين وبالتالي خوض انتخابات مجددا، وهي ما كتير صارت أو يمكن هذه المرة الأولى بتصير بالانتخابات الأمريكية. وبالتالي اليوم يعني كرمال هيك عم برجع بقول ترامب بلش تحضيراته للانتخابات الرئاسية لمواجهة بايدن من اللحظة اللي خسر فيها بالانتخابات الماضية، وبالتالي تراكم ما حققه بايدن يعني إذا بدك الأخطاء الكبيرة اللي عملها إن كان على الصعيد الخارجي ولا حتى على الصعيد الداخلي، ما قدر كسب ثقة الأمريكيين، أصبح أضحوكي عند 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 العالم. كل يوم عم نشوف مشاهد لفيديوهات ومشاهد لهفوات وتعثرات وأخطاء عديدة. بالنسبة للأمريكي هذا الأمر يعني لا يمكن تحمله، لأنه اليوم الأمريكي يعتبر يعني أنت عم تحكي على رئيس أقوى بلد بالعالم، رئيس البلد الحاكم العالم، وبالتالي لا يمكن أن يكون بهذه الشخصية، ولو أنه بالنهاية مش الرئيس الشخص هو اللي ما بتعرف، لكن المرشحين هن الأوائل لا، وبعدين مش الشخص هو الذي يحكم بالنهاية، في مستفيد إدارة أمريكية كاملة، لدرجة أنه كلنا بنعرف في عند كل رئيس أمريكي إن كان جمهوري ولا ديمقراطي يكون حواليه مستشارين من الجهتين على فكرة. يعني بايدن عنده مستشارين ديمقراطيين وعنده مستشارين ايضا من الحزب الجمهوري، وايضا لما بيجي رئيس جمهوري بيكون عنده مستشارين من الحزبين ليشوفوا الفريق الثاني كيف عم يفكر. ليش بنشوف اليوم يعني بعد هيدا الحاسه انه فينا نقول المعركه الرئاسيه الامريكيه فعلا دخلت بعهد جديد ومرحله جديده؟ يعني قوته تأييد، يمكن ينال تأييد اكبر، تعاطف اكبر اليوم، هذا واضح اليوم. يعني اليوم اذا بتعمل انتخابات رئاسيه انا برايي يعني ترامب كانت خطاباته اللي كانت تطلع هيك نوعا ما يصفها البعض بهلوانيه، كان يكون جربوا الرئيس الاخر، الديمقراطيين ما قدروا قدموا نموذج اخر، يعني بنموذج ايجابي اكثر، ما حقق شيء. برجع بقول لا على المستوى الخارجي ولا على المستوى الداخلي اقتصاديا اي امر. انت بتعرفي اليوم الامريكان بيهمهم الواقع الاقتصادي تبعهم اكثر ما بيهمهم الواقع الخارجي. يعني يمكن الامريكي اذا بتسالي اليوم شو عم بيصير بالمنطقه ما بيعرف. اليوم الامريكي بيهمه الضرائب، بيهمه الوضع الداخلي، الوضع الاجتماعي. ايضا بدنا ننتظر من سيفوز بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه لنشوف قديش انعكاس هيدا الملف والمعركه الانتخابيه ستنعكس على المنطقه ككل. طبعا مش هيك عم اقول لك، اليوم ترامب هو الاكثر حظوظا بالانتخابات. اليوم بكره بتقولي لي بعد اشهر وقت الانتخابات تتغير الامور، تتغير الاحصاءات، قد يحصل هذا الامر، ولكن لغايه اللحظه بنستطيع القول انه ترامب اليوم هو المتقدم على بايدن بالانتخابات. في حال فاز ترامب بس ماذا سيغير في السياسة الأمريكية اليوم ناحية سواء الحرب الدائرة الروسية الأوكرانية، الحرب الدائرة على غزة أيضا منذ عدة أشهر، 10 أشهر تقريبا؟ لكن موضوع الانتخابات الروسية قد يعني وصول ترامب قد يساعد على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه بحكم العلاقة تعرف العلاقة القوية اللي تجمع مع بوتين صحيح، واتهامات السابقة اللي أول اتهام إذا بدك جرى على ترامب بأنه بوتين ساهم بفوز أو خاض موقع ساعد بتمويل حملة ترامب، وبالتالي يعني هذا الأمر قد يكون عامل مساعد لإنهاء الإيجابي لإنهاء الحرب الأوكرانية، ولكن على حساب الأوكران بالنهاية وليس على حساب الروس. يعني سيكون طبعا أكثر ميولا للروسي، ميلا للروسي، وبالتالي من هون بدنا نشوف الأوكراني يمكن يكون يستعمل الأسلوب الدبلوماسي، ما يكون لا على قاعدة لا رابح ولا خاسر. هيدا يعني بدك تشوفي التعاطي مع الناتو كيف بده يكون، حلف الناتو كيف حيكون التعاطي، لأنه حلف الناتو للحظة الأخيرة اليوم وقف مع الأوكران بهذا الأمر وعم يمدهم بالسلاح. ولكن برجع بقول اليوم الرئيس الأمريكي الجديد، مشان ما نحسم مباشرة، الرئيس الأمريكي الجديد قادم بمرحلة هي مرحلة تسوية. يعني كل الأطراف، كل العالم لا يريد المواجهة،
كل يعني اذا بتشوف الانتخابات اليوم اللي صارت بالدول الاوروبيه، الفرنسيين بعد ما كان اليمين المتطرف وتقدم استطاعوا العوده، واستطاع الحزب اليسار ومجموعات اخرى الوسطيين و يعني الانتصار او اعاده التوازن، اعاده التوازن يعني. هيك عم اقول اعاده التوازن لمجلس الشيوخ الفرنسي. ايضا ببريطانيا شفنا الخساره الساحقه للمحافظين وخساره تاريخيه، وعوده حزب العمال الى 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 الى, إلى, 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 إلى الواجهه السياسيه البريطانيه، وشفنا اول اتصال اجراه رئيس الحكومه البريطانيه الجديده اجراه مع نتنياهو، مؤكدا انه لازم موضوع غزه ينتهي. اتصال وزير خارجيه البريطاني ايضا مع الرئيس مئاتي، والقول بانه المواجهات بالجنوب يجب ان تنتهي، وانه نحن بريطانيا تعمل على الاستقرار الواقع في لبنان، وبالتالي هناك الوضع الدولي يريد التسوية، يريد انهاء النزاع، وبالتالي اليوم الكل بانتظار الرئيس الامريكي الجديد اذا بدك التوقيع على هذه التسوية. المشكل وين؟ المشكلة انه انت هذه التسوية يجب ان تنتهي، ان تحصل اليوم قبل الغد، قبل طبعا انت بالحد الاقصى معك لغاية ايلول ابتداء شهر 9، والا بعدين الامور بتنتهي، لانه انت بدك تروحي على انتخابات رئاسيه امريكيه. وعلما انه بعد ما تنتهي الانتخابات الرئاسيه الامريكيه لا يستلم الرئيس الجديد الاداره قبل ربيع 2025، يعني انت وبالتالي اليوم نحن امام خلينا نقول شهر بالحد الاقصى لانهاء الموضوع. حنرجع بالتفصيل نحكي عن موضوع غزه، لكن سؤال اخير بالملف الامريكي، هل تعتبر انه حيكون خفض التوتر هو عنوان المرحلة المقبلة أم التصعيد بالبلاد؟ عم بنحكى أنه من خوف أنه لا استقرار بداخل الأمريكي. لك بأمريكا دائما شفناها، برجع بقول لك لما خسر ترامب الانتخابات، وشفنا دلينا على فترة أسبوع كليتنا يعني مصدومين من الاضطرابات اللي كانت عم تصير، العنف اللي عم بيصير، وأنه هيدي أمريكا دولة الدستور والديمقراطيات والحرية و لكن عندهم انتشار سلاح موجود. طبعا هذا موجود، ونحن بنعرف أنه بمناطق كتير ما فيك تفوتي بشوارع، ببعض الشوارع بولايات امريكيه مواطنين عاديين ما فيك، ما بيقدروا امريكان. نعم، وبالتالي هذا الامر اعتقد بالفرق بينهم وبيننا بهذا الموضوع، انه هناك في مؤسسات، في احترام، في احترام للعلم الامريكي، في احترام للأمة الامريكية، في احترام للدستور الامريكي، وبالتالي لا اعتقد انه حتى لو صارت طبعا ممكن تصير شفنا دغري المواقف اتسارعت، يعني انه لما كان بيناتنا بمجتمعات تماما يعني يكون في فوضى وعدم استقرار، ان كان ديمقراطيين ولا جمهوريين كانوا عم ياكدوا انه هذه ديمقراطية الامريكية وبدنا نحافظ عليها، وبالتالي اي اضطراب سيحصل ما حنشوف اكثر من الاضطراب اللي شفناه، برجع بقول وقت اللي خسر ترامب ورجع كله يعني ترامب تراح على المحاكمة وعلى التحقيقات، وما همهم انه هو رئيس امريكي سابق ولا ابدا. فبالتالي بامريكا في مؤسسات، في دستور، في احترام للولايات المتحدة الامريكية كأمة، وبالتالي كانتماء وولاء، وبالتالي لا فرق عندهم بهيدي اللحظة بين انه تكوني ديمقراطي وجمهوري، المهم استقرار الولايات المتحدة الامريكية والمحافظة على قوتها. قد ايه بتشوف ارتباط اليوم يعني ما قبل يعني اجراء الانتخابات الامريكيه الرئاسيه ارتباطا مدى ما يجري اليوم على ارض غزه والحرب الدائره منذ 10 أشهر وبعدها مستمره المجازر الاسرائيليه والعدوان على غزه؟ عم نشوف يعني دائما في مواقف امريكيه غربيه عم تقول انه لا لازم صار نروح على مفاوضات ووقف، يجب وقف اطلاق النار، لكن المفاوضات عم ترجع تفشل، بتمشي مفاوضات بعرقلها بيرجع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، يعني كأنه هالحرب لازالت المستمرة ستبقى ما قبل الانتخابات. هي المشكل برئيس الحكومة نتنياهو، رئيس حكومة العدو. لو يمكن أي رئيس حكومة آخر كان موجود بهذا الوقت يمكن كنا وصلنا انتهينا من موضوع المفاوضات، لأنه نحن فعلا اقتربنا بلحظة من اللحظات، ولغاية اليوم نحن قريبين جدا من إجراء من إبرام التسوية، وهون عم نحكي معلومات مش عم نحكي تحليل. نحن قريبين جدا، ولكن نتنياهو يريد أن يحقق ولو أي أمر إنجاز ما يمكن أن يخرج به إلى العلن للجمهور الإسرائيلي، للشعب الإسرائيلي، يقول لهم. خصوصا أنت قدام الأمريكان اليوم، يمكن الأسبوع المقبل سيكون له خطاب وسيلتقي رئيس هن هولت من تيام
يلي حنشهد فيهم أنا برأيي مجازر وحنشهد فيهم عنف كبير تصعيد كبير بغزة بالتأكيد، ويمكن حتى بالجنوب اللبناني. هما فينا لما نحكي دائما بالملفين لأنه مرتبطين ببعضهم. ممكن نشهد تصعيد كبير. نتنياهو بده يروح على الكونغرس الأمريكي وبده يروح عند بايدن، بده يحمل ما بس هيك إنجاز ينقل. هذا أنا كان برأيي يعني نتنياهو بده يستغل محاولة اغتيال أحد قيادي حماس، بده يستغل ضعف اليوم بايدن بالانتخابات الأمريكية ليحاول ياخذ منه قد ما بيقدر يفاوض من منبع قوة. هو يعلم اليوم أنه بايدن محشور، يعلم أنه بايدن يحتاج إلى الصوت الإسرائيلي أو اللوبي الإسرائيلي والصوت اليهودي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو يريد أن يأخذ قدر الإمكان ضمانات. هلأ ما يريده نتنياهو، وهي هاي المشكلة عنده، يريد أن يعني نتنياهو كنتنياهو مش كإسرائيل، كنتنياهو يريد المواجهة مع حزب الله داخلية. نتنياهو يريد فتح الحرب مع حزب الله، لأنه برأيه فتح الحرب مع إسرائيل مع حزب الله ستحميه على الصعيد الشخصي. الاستمرارية بشوفه تماما، لأنه يعلم أنه باللحظة اللي حيخلص فيها التسوية أو يمضي على التسوية، بهذه اللحظة هو رايح إما على البيت أو على الحبس. ويرى أنه يعني في لحظة يتم فيها اتفاق ما قد سينهي حياته السياسية. بيتخيل نتنياهو أنه في حال مدد الحرب أو يعني وسع رقعة الحرب بالجنوب وقدر أنه يحصل على أسلحة أمريكية متطورة ونظام معلوماتي أقمار صناعية متطورة مثل اللي عم يحاولوا اليوم يعطوا إياها، وكرمال هيك عم نشوف اغتيالات ممكن أنه يقدر يحقق إنجاز ما يطلع فيه يقول لأنه بغزة هذا الحد الأقصى وصله. يعني اليوم الحد الأقصى وصله. نحن على فكرة من خلال المجازر ومن خلال الأنفية يعني حماس ضعفت، حماس بالنهاية صار في عندها ما يقوم به بالعمليات العسكرية وعمليات في رفح تماما، والأرض المحروقة اليوم غزة تقريبا أصبحت شبه أرض محروقة. لكن اليوم تركيزه اليوم نتنياهو على رفح اللي هي يمكن داخلها ما حيطول كثير، لأنه آخر شيء حيعمل اتفاق هو والمصريين، وشفنا اليوم أنه هذا الاتفاق يبدو أنه أصبح شبه منجز مع المصري للانسحاب، وبالتالي الخطوة التالية أنه رفح حتنتهي. ولكن نحن اللي عم نقوله اليوم انه المعلومات بتقول انه تم علينا اليوم صباحا ايضا انه بين 2021 في مؤتمر بالصين. هذا المؤتمر بالصين سيجمع واذا ما قالت عم نحكي هلا معلومات مش تحليلات، ب 2021 هذا الشهر هناك اجتماع لقاء سيعقد في الصين، مؤتمر سيجمع حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية. يعني قبل خطاب نتنياهو اليوم ب 24 تمام، انه واضح انه تم اختيار الموعد ليكون قبل نتنياهو. ما هو ما حصلت هذا، شو الهدف من المؤتمر؟ اكيد بهذا المؤتمر مش هن اللي بيعلنوا وقف الحرب في اسرائيل اخر شيء، ولكن بهذا المؤتمر سيتم الكلام عن اليوم التالي لما بعد التسوية، ما بعد الحرب يعني. وهيدي اللي بده اياها نتنياهو، بده يعرف شو بده يصير. هو عم يطالب اليوم، عم يحط شروط، اولا باستبعاد حماس من العمليه السياسيه. لكن تتوقف على ماذا سيريد اليوم الاسرائيلي يعني؟ لا مش لوحده، لا ما اكيد مش لوحده، الامريكي والاسرائيلي والمجتمع الدولي، الصين ايضا اليوم له قرار مهم بهذا الموضوع، الروسي ايضا له قرار بهذا الموضوع. وبالتالي اليوم في هذا المؤتمر في الصين قد يؤدي الى إخراج أو التوافق بين كل الفصائل الفلسطينية، من ضمنها طبعا مثل برجع بقول فتح وحماس، على عملية سياسية معينة يتم الاتفاق عليها، إن كان انتخابات يعني خروج يعني انتخابات رئاسية المقاومين، انتخابات تماما قد يكون من ضمنها إخراج المقاومين من حماس من شمال غزة، من ضمن انتخابات رئاسية مبكرة، الاتيان بشخصية مقبولة عند المجتمع الدولي تماما، ومن ثم رئاسة حكومة وحكومة أيضا بتكون أقرب إلى التكنوقراط، برجع بقول تكون مقبولة، يتم عندها العمل على إنماء غزة، والمهم أن تكون حماس بعيدة عن الصورة السياسية لمسلمين.
يمكن أن تدخل يعني حماس من ضمن إعادة تكوين السلطة الفلسطينية يكون من بطريقة يعني قد تطرح حماس وجوه حكومة من تكنوقراط، قد تطرح وجوه يعني مقبولة، وجوه غير عسكرية غير أمنية ممكن تكون مقبولة عند الكل، يعني أكيد مش حيخلوا حماس خارج تماما. لكن إسرائيل هل ستنهي هذه الحرب لطالما في وجود عسكري لحماس؟ هيدا اللي عم قوله، حتى هيدا إذا مش بدنا نقول بشمال هيدا غزة، هيدا هيدا غزة من هيدا حق. من ضمن التسوية هيدا اللي عم قوله. طبعا نحن التسوية رايحين على مكان أنه لن يكون هناك مظاهر عسكرية، هذا اللي عم ينعمل أصلا بالجنوب أيضا بلبنان. ملاحظة اليوم خبراء اليوم العسكريين يعني عن لسان بعض الخبراء الإسرائيليين عم ينحكى أنه بعد يلزمهم حوالي 4 أشهر لإنهاء أو تصفية يعني رفح، ما إسقاط رفح إذا بدك، كرمال موضوع إزالة المقاومين الفلسطينيين. ما فيك تعطي مهلة، لأنه اليوم من لما بلشت الحرب كأنه عم يربطوها يعني وضع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ما هو برجع بقلك آخر شيء، بدهم يحاولوا يوصلوا أنه الرئيس الأمريكي الجديد هو من سيبرم يعني يعطاه جائزة الإبرام إذا بدك التسوية الشاملة، ولكن المشكلة أنه الناس والدول مش يعني في صعوبة أنه تنتظري، لأنه الموضوع مش 4 أشهر، الموضوع رايح برجع بقول للربيع الجاي للربيعات الجاي، وبالتالي كان أطول حرب اليوم وبالتالي والمجتمع الإسرائيلي منو قادر يتحمل تجي على شتي وجي على مدارس. واليوم أول بلش الصرخات نسمعها تطلع من المستوطنين المقيمين على شمال يعني مشان هيك كنت بدي عم الحدود الجنوبية، وأيضا صرخات من رؤساء البلديات بالأمس في بلدية حيفا اللي بدهم يخلصوا تخبط العيش اليوم السياسي بدون الداخلي بدون الإسرائيلي بدهم كرمال هيك عم أقول لك أنا اليوم أهمية إنهاء غزة بموضوع إنهاء الجنوب. هو اليوم إذا بتطلعي على الواقع الجنوبي اليوم شو بدأ إسرائيل؟ إسرائيل شو عم تطالب؟ إسرائيل عم تطالب أنه أنا بدي منطقة منزوعة السلاح عمقة بين 6 إلى 10 كيلومتر. يحكى 8 يحكى 10. طيب خلينا نقول يلي بدك أي رقم بين هيدا الرقمين، خلينا نقول 7-8 كيلومتر. طيب هيدي الأرض اليوم موجودة، أصبحت موجودة، يعني اليوم اللي بتطلع أبناء الجنوب بيقولوا لك بيحكوكي أنه أنت إذا بتطلعي بالخريطة اليوم المنطقة اللي عم الحدودية هيدي أصبحت أرض محروقة، لا أبنية لا أراضي زراعية، ما في شيء كله على الأرض تمام. طب فإذا أنت هذا الأرض موجودة، ما يهم الإسرائيلي الأرض وجود يمكن المقاومين يعنون وجود حزب الله وجود وجود الأنفاق وال تحت الأرض، واللي أصبحت أنا في يعني باعتقادي وحسب يعني بعض الخبراء العسكريين بيقولوا اليوم هيدي حتى هذه الأنفاق لم يعد لها أي دور بي 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 من خلال التدمير اللي حاصل بهذه المنطقة. فإذا تقريبا إسرائيل وصلت للمرحلة اللي هي بدها إياها من دون ما يجي بكرة حزب الله ويقول أنا وافقت على هذا الأمر. يعني ما ننسى اليوم بالمقابل اليوم قديش عم يتعرض جنوب لبنان لهالقد غارات مدمرة للمنازل والتهجير الخاص. أنت عم تحكي بمئات، إذا ما بدنا نحكي بمليارات، أنت عم تحكي بمئات الملايين الدولارات اليوم يلي بحاجة ل لكن مش لأول مرة بتشوف اليوم المستوطنات الإسرائيلية تتعرض عشرات المستوطنات الشبابية. لا شفناها بال2006 حزب الله بال2006 والتهجير الحاصل. لا بالعكس أنا بدي أحكيكي شغلة أكتر إذا بدنا نحكي بالمنطق بالواقع. ما شهدناه اليوم المفاجئ باللي شهدناه بهذا العدوان، كمية الاغتيالات اللي عم بتصير اللي ما شهدناها بالحرب الماضية وبفترة قياسية وبقيادات مع تطور القيادات يعني هيدا يعود إلى عاملين. أول عامل أنه واضح أنه البيئة الجنوبية، وأنا هون ما بدي عمم، ولكن يجب من حزب الله أن يحذر بأنه الواقع الاقتصادي السيء يبدو أنه بدأ يؤثر فعليا على بعض الناس او الاشخاص بالجنوب، اللي عم واضح انه هن اللي عم يعطوا بعض الاحداثيات عن مرور مواكب واشخاص وما فينا نذكر في ما فينا أمنية تماما. هيدي واضح انه عم تزيد، وانا برايي اكيد حزب الله عم يعمل دراسه ما لهذا الامر. الامر الاخر واضح انه الولايات المتحده الامريكيه اعطت
إسرائيل مجموعة من الصور أو مجموعة من من الأقمار الاصطناعية الصناعية اللي موجودة واللي كانت مش موجودة بالسابق، صحيح. اللي ما كانت معطية تماما والقرار يومي على مدار الساعة والقرار بأنه نعم ممكن، يعني واضح أنه بالقبل ما كان في قرار، ما كان إسرائيل عندها قرار يسمح لها أنه تختال هذا الكم من القيادات والشخصيات. اليوم واضح أنه في قرار أنه أوكي، يعني اليوم إسرائيل عم تعمله عم تصفي قيادات من حزب الله من دون حرب، يلي هي قصدي بما معناه الحرب محصورة الحرب الكبيرة، يعني عم تقدر إسرائيل بهيدي الفترة تاخد تصفي بعض المساعدة يعني أمريكية بريطانية اليوم بغض النظر، ولكن عم توصل لهذا الأمر اليوم. وبالتالي إسرائيل حققت بهذا الأمر اليوم أمرين أساسيين. هذا قبل ما تبلش الحرب. أولا المنطقة اللي حكينا عنها اللي هي 6 إلى 10 كيلومتر اللي هي الأرض المحروقة واللي هي بدها تكون أرض غير ما فيها مظاهر مسلحة، لا زال التفاوض يعني اليوم بترسيم الحدود، وهذا زي حقيقة نجاح. ليش المطالبة اليوم بتطبيق القرار 17؟ لأنه أنا حقلك ليش، لأنه هن بانتظار تنتهي غزة بالجنوب انتهيت، واللي بيقول لك غير هيك هذا كلام مصادر دبلوماسيه بتاكد انه ما الامور بالجنوب، الاتفاق في الجنوب اسرع ما يمكن ان ينجز، ما في اسرع منه. المشكل انه حزب الله رابط ما يحصل في الجنوب بغزه، وقفوا لنا الغزه ونحن باللحظه اللي بتوقف فيها غزه وبتعلنوا فيها عن هدنه نحن بالجنوب بنكون موقفين. لما منوقف بالجنوب باليوم التالي حيادوا على الطاولة، وقد لا يستغرق الموضوع يمكن أيام قليلة وبيكون الإنجاز مبرم. برجع بقولك لأنه أصبح سهل إبرامه. ليه؟ لأن الأرض بتمثل موجودة. عن موضوع تحديدا الجبهة الجنوبية، لكن بدي توقف مع فاصل إعلاني ومنعود لمتابعة حلقتنا دكتور عبدالله. فاصل مشاهدينا ونعود. رحيكم مجددا مشاهدينا والعضو اللي بتابعة حلقتنا مع دكتور عبد الله بارودي. بس هيك سؤال اخير بموضوع الجبهه الجنوبيه اليوم، رغم التهويل الاسرائيلي شفنا بعض المواقف الامريكيه بترجع بتسارع انه لتنهي، انه وكان في موقف لوزير الخارجيه الامريكي بلينكن انه خلينا نخفف الامور وما تمتد الحرب على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه، وكان بعد لا زالت يعني امريكا تقوم بدورها على طبعاً. موضوع التهدئه وحتى الموضوع الدول الغربيه ذات الشيء. ما تنسي انه الولايات المتحده الامريكيه من الاول ترسيم الحدود البحريه كيف تم؟ بوسطة مين؟ هوكستين، يعني الوسيط الأمريكي، يعني حزب الله تماما. وبالتالي الأمريكان من برجع بقول لك بدهم ينهوا هذا الأمر بأسرع وقت ممكن. الموضوع هو تعنت نتنياهو، ولكن تعنت نتنياهو أيضا عم يقابله ضغط بالشارع الإسرائيلي، ضغط صحيح. من الحكومة الإسرائيلية، من أهالي المختطفين أيضا، امبارح شفنا اعتصامات. نعم، وبالتالي اليوم نتنياهو برجع بقول لك هو رايح على الكونغرس، إذا لقى انه مش حيقدر يحصل على المعونة الامريكية اللازمة تحديدا الاسلحة المتطورة اللي بيقدر من خلالها يفتح مواجهة مع حزب الله، انا برأيي بأوائل اب سنشهد على تسوية ما او على انهاء ما. اما اذا عاد نتنياهو وبايدن حاول انه يعوم نتنياهو او يعطيه مهلة وقت ويمده بالاسلحة والمال اللازم مقابل انه، وهون الخطورة انه يرجع بيقول لك بركي انا بقدر خارجي استحصل على الاصوات اليهودي، وفي رأي بيقول العكس، في رأي بيقول انه بايدن ما حيجرؤ ويعطي نتنياهو الاسلحة اللازمة وبده يفرض عليه انه ينهي الحرب لانه المجتمع الاسرائيلي ومن ضمن المجتمع اللي عايش بالولايات المتحدة الامريكية ما بدهم بقى الحرب، بدهم اولادهم ترجع، الاسرى يرجعوا وتنتهي كاهالي اليوم. لكن يعني السياسه وحده باسرائيل لا اليوم حتى المجتمع الاسرائيلي، لا اغلبيه المجتمع الاسرائيلي اليوم ما بده حرب لانه برايه انه الحرب حتضر اكثر، برايه انه حزب الله قادر على
الضرر بالمجتمع الإسرائيلي وعلى الضرر برأيك يعني ما جاي دور لبنان بعد جبهة غزة؟ أنا مصر إنه نحن مقبلين على تسوية على شرط إنه الجنون نتنياهو ما يوصلوا لمثل ما قلت إنه يعمل عملية هيك إنه يدخ يحاول يفوت الناس كلها ببعضها بهذا الأمر. ولكن أعتقد إنه التوازن الدولي اللي عم بيصير اليوم سيجبر نتنياهو على وإسرائيل على إنهاء الحرب وأعطائه بعض المكتسبات اللي لها علاقة بحماس بموضوع عدم يمكن الظهور العلني لحماس بالعملية السياسية، وهذا اللي قلناه بموضوع مؤتمر الصين اللي حيصير ب2021 بكل المنظمات دون وجود أيضا يعني تماما، وبالجنوب إنه الأرض أصبحت أوريدي موجودة، يعني أنت أصلا نحن منا بحاجة بقى لتنازل يعني تنسحب يعني بدرجة الأولى إسرائيل من شمال غزة أيضا يعني تعود طبعا وبيحكينا حكى بالأسرة بس هي حتصير طبعا مش مباشرة، هي حتصير على خطوات هيدي الهدنة يعني طبعا. ولكن الأهمية بالنسبة للبنان هي وقف العمليات العسكرية لأنه بعدين العملية السياسية حتاخد وقت، نحن حننهيها باللحظة اللي بتنتهي فيها اللحظة اللي بتنتهي فيها العمليات العسكرية بالجنوب حتنتهي، وبرجع بقول الأرض أصبحت جاهزة لأنه تكون منزوعة السلاح، وبالتالي أنت غير مضطرة لأنه حزب الله يتنازل أو يبين قدام جمهوره أو قدام اللبنانيين أنه تنازل وتراجع، لأنه أريد الأرض أصلا أصبحت جاهزة موجود. ولكن حيكون يعني الأرض موجودة، هي بتقصد أنت أنه في تدمير لكن الأرض موجودة، الأرض موجودة الأرض موجودة ولبنانية، ولكن حيكون في وجود لليونيفل للجيش اللبناني بطريقة معينة بما معناه أنه حزب الله يتراجع كيلومترات إلى الخلف، وبالتالي يعود المستوطنين الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل، وبالتالي بدنا نشوفها بعدين لأنه هيدا بعد في رفض رسمي لبناني هيدا رفض لأنه غزة ابتسام بعد غزة هيدا رفض حزب الله عنده الحق لكن أعلن حزب الله هو عندما تنتهي أو توقف هو عم يعلي السقف لأنه غزة فقط مساندة هو ينتظر تماما هو ينتظر أنه تنتهي بغزة لا يقول أنا مستعد لإجراء التسوية في الجنوب. صحيح. إذا ننتقل على الملف المحلي اليوم ملف لبناني، كثرت المبادرات اللبنانية شفناها لكن للأسف عم نشوفها دون جدوى حول موضوع الملف الرئاسي، وأخيرا كان مبادرة المعارضة وشفنا قبل كذا يعني مبادرة من قبل الاعتدال الوطني الديمقراطي لقاء ديمقراطي الجولات اللي عم فيها النائب جبران باسيل، وهلأ كأنه يعني فينا نقول عم يترأس بشكل ما القوات اللبنانية المتمثلة بالمعارضة اللبنانية، يعني شو حملت هذه المبادرات اليوم برأيك كأنه عم ندور حول نفسنا اليوم وبعيد أصبح الملف الرئاسي والشغور سيطول من هاي اللحظة؟ كل اللي حقل لك معلومات ولأنك يعني بالنسبة لي عزيزة شكرا فحقولها قبل ما أكتبها أنا بكرة بديمقراطيا حقولها على تلفزيون لبنان. كل ما برجع بقول هاي معلومات مش تحليل، كل ما ترينه اليوم من مبادرات كبة نعم من كبة يعني دون جدوى كلهم دون جدوى، كل الأطراف تعلم تماما، كل طرف كأنهم من خلال المبادرات وعم يقول نحن تعلم تماما موجودين. إنه هي تلعب الدور بالوقت بدل الضائع، إنه نحن بدنا انتخاب رئيس غيرنا ما بده عم بيعطل. خلينا نحكي بالأطراف الرئيسية تمام يلي هن حزب الله والرئيس بري والوزير سليمان الفرنجي يعني الثنائي الشيعي وحليفه للرئيس سليمان الفرنجي والقوات اللبنانية وحلفائهم ومرشحهم كتائب وغيره ما في مرشح حطينا اياهم ما حدا يزعل مني هلا نحكي الامور مثل ما هي طيب هلا كان عندهم جهاد أزعور خلينا نقول جهاد أزعور طيب اللي تقاطعوا فيه مع جبران باسيل جبران باسيل اليوم رجع على الحلف القديم نعم طيب فاذا الفريقين عارفين انه ما في انتخابات رئاسية ما بده الرئيس لا الثنائي الشيعي بده هلا رئيس ولا القوات اللبنانية والمعارضة هلا بده الرئيس ليش؟ لأنه هن اثنيناتهم بيعرفوا إنه القرار بالنهاية مش بلبنان القرار بالخارج ومش بس بقصة الخارج الموضوع له علاقة بدولتين السعودية وإيران لا أكثر ولا أقل شو يعني علاقات منيحة طيب. اليوم اليوم المعارضة المعارضة أو يعني الثنائي الشيعي والوزير الفرنجي يعلم تماما أنه عنده 65 صوت لسليمان الفرنجي بالدورتين أوكي.
مأمن له الرئاسة في حال دل النصاب موجود بالدورة الثانية، تمام؟ والقوات اللبنانية بيعرفوا انه انه الثنائي وسليمان فرجي عندهم ال 65 صوت يلي بتأمن لهم، ما بيأمنوا لهم النصاب، وما بيأمنوا، فبالتالي ما بيأمنوا لهم النصاب. اصلا الرئيس بري ما بده هلا يعمل انتخابات رئاسية حتى لو كان ضامن الوزير سليمان فرنجي، لأنه هن بدهم يشوفوا القبول السعودي. الموضوع اليوم مش مطروح إذا بيجي رئيس ولا ما بيجي رئيس، المطروح اليوم إذا إجا رئيس السعودية بتساعدنا يا جماعة، من هو الرئيس؟ من هو الرئيس؟ من هو الرئيس؟ من هو الرئيس وبأي مواصفات؟ المملكة العربية السعودية، إيران عم تحاول تجر السعوديين إلى البازار اذا بدك القديم، اعطيني بعطيك رئيس، بعطيك رئيس حكومه او او او. السعودي ما عم يرد. السعودي ليه؟ لانه عرف اول شيء انه انت اليوم، انا كل شيء اعطيت مبادرات بالقبل وتسويات بالقبل، ما وصلت معك لنتيجه، وانت حكمت البلد لك فتره، حكمت البلد ليك وين وصلتنا بالبلد. وبالتالي السعودي اليوم رافع سقفه للاخير، قاعد وناطر وما بده لا يبيع ولا بده يشتري. هذا واضح من خلال يعني ايضا اللجنه الخماسيه اللي هي بتمثل فيها المملكه العربيه السعوديه، ما عطيوا رايهم باي مرشح. ما بدهم، ما نقوا الرئيس، نحن اعطيناكم المواصفات اذا بدكم او الخطوط الحمر للرئيس اللي نحن بنعتبره جيد للبنان، مش جيد لدول يعني مش جيد للسعودي والعلاقات تماماً مع تماماً. وبالتالي عليكم انتم ان تختاروا، اذا مصرين على سليمان فرنجي فليكن. اكيد المملكه العربيه السعوديه مش حتطلع وتقول انا ضد سليمان فرنجي، صحيح، مش حتعملها ولا حتعلن انا مع مرشح، ولكن الرئيس بري وحزب الله يعني معتمدين على انه بركي ايران تقدر من خلال التسويه المقبله اللي عم بتصير مع السعوديه والمفاوضات الايرانيه الامريكيه تجبر المملكة العربية السعودية على القبول بسليمان فرنجي واعطاء لاحقا رئاسة الحكومة مثل ما كان يصير 8-14. يعني في مساومة اليوم برئاسة الجمهورية المملكة العربية السعودية، وهون عم بعطي معلومة نهائية، المملكة العربية السعودية لن تدخل في هذا البزار أبدا، وهي رافضة تماما لمسألة المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. نحن أعطيناكم خريطة الحل، يا بتحبوا تنفذوها يا أما نحن خارج منشوف بعدين شو بيصير، ونحن على أساسه منقرر دعمنا للبنان أم لا. الثنائي الشيعي طبعا ما بدخلوا يدخلوا بهذا المتاهة، لأنه هم يعلمون تماما أنه حتى لو استطاعوا أن يأتوا برئيس جمهورية، وحتى لو استطاعوا أن يأتوا برئيس حكومة، ما حيقدروا يديروا البلد بهيك واقع اقتصادي، مديعين ومال حتى بالعلن عم يعلوا أنا غير مرتبطة بالجبهة الجنوبية اللي عم بيعيش تماما حرب حقيقية. أنا هون بتصدق يا السيد حسن نصر الله لما بيقول لهم حاج تضحكوا علينا وتضحكوا على بعضكم، ما خص الانتخابات الرئاسية بالجبهة الجنوبية. نعم لا علاقة للجبهة الجنوبية بالانتخابات الرئاسية، يعني بكرة إذا وقفت بالجنوب مش حنشوف بكرة رئيس جمهورية، لا. موضوع رئاسة الجمهورية له علاقة بالعلاقات بين الدول، له علاقة. الثنائي الشيعي يريد أن يطمئن بأنه في حال جرى انتخابات رئاسية وتم انتخاب أو تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة، المملكة ودول العربية دول الخليج والمجتمع الدولي صندوق النقد الدولي سيقف إلى جانب لبنان، وإلا ما أهمية أنه أنا اعمل رئيس واعمل رئيس حكومه وما لاقي بعدين اي مساعده. لكن يعني رغم تحسن العلاقات اليوم بين ايران والسعوديه اللي ما شفناها على اقله انعكست ايجابا بالملف الرئاسي اللبناني، يمكن في ملفات عديده إيران من بعضهم اقتصاديه، إيران ربما اعطت المملكه العربيه، حضرتك عم تقول ما بدها تدخل المملكه العربيه السعوديه بهذا البازار، اعطت المملكه العربيه السعوديه. ما فيها اليوم المملكه العربيه السعوديه تترك هيك الوضع بلبنان كمان، اذا هي لها الدور الكبير اليوم على الساحه. ايران اعطت، أرسلت إلى المملكة العربية السعودية بعض الحلول لما يتتعلق بلبنان، السعودية رفضت البحث بهذا الأمر. ما بدها تحط إيران بأي لحظة من اللحظات أنه هي قادر أو قد تقبل بتسوية ما، هي عم تقول خلوا اللبنانيين ينتخبوا اللي بدهم اياه. انا بس قلت اذا ما في اليوم توافق داخلي لبناني، ما في، ما بيضل المجتمع اليوم يتفرج، يعني تعود اليوم اللبناني ان تاتي التسويه المبادره الخارجيه وليس الداخليه. اليوم شفنا مبادرات داخليه عديده. كرمال هيك الكره اليوم بملعب الثنائي الشيعي، انا برايي الثنائي الشيعي يمكن له ان يخرج لبنان من كل هذا الكلام كيف؟ بالقبول بمرشح. نعم اول
كلمة بينقال بسحب المرشح سليمان فرنجية أو أنه سليمان فرنجية يقول أنا بدي انسحب من معركة الانتخاب لأنه أنا ما عندي حظوظ وأنا ما بدي عرقل الأمور، هون نحن ساعتها بنقول رايحين على انفراجي. خلي مرشحنا وعطوا مرشحكم وننزل فيهم على المجلس النيابي. شو الغلط اليوم إذا كان في مجموعة مرشحين إلى جانب رئيس تيار المرضى وينزلوا على المجلس النيابي واللي بيفوز بيقولوا له مبروك، بس لكن عم بيكون في تعطيل نصاب اليوم من كل الأطراف. برجع بقول لك كل ما حدا عم يقول لا، هن اللي عم يقولوا كل اللي عم تشوفيه هلا إنه بننزل على مجلس النواب وبنطرح مباتشاور وبنطلع حوار، هذا كلياته اقتراح. العملية الأساسية مش هون ابتسام، العملية الأساسية بدن ما حدا خلينا نقول عنده الجرأة أن يقدم على خطوة انتخاب رئيس جمهورية قبل أن يطمئن إلى الموافقة العربية وتحديدا الموافقة السعودية. سعودية تماما، لأنه أي رئيس بده يجي ومن بعدها بده تستكمل الخطوات الدستورية، بدك اقتصاد، بدك مال. ليش برأيك هيدي المهلة بدها تستمر؟ أنه هيك شغور رئاسي، البعض عم ينحكى أنه ممكن شغور رئاسي يطول حتى موعد انتخابات النيابية المقبلة. للحظة اللي بتقول إيران فيها للثنائي الشيعي أو يتم الاتفاق بين الكل على أنه يا جماعة نحن واصلين لحياة مسدود، خلينا نفوت بقى باسماء اخرى، يعني خلينا نرجع نطرح قائد اسحبوا مرشحكم. ما هني ما طلبوا بالمقابل انه تسحبوا مرشحكم موضوع. يعني كانه لا اليوم هن اثنين اصرار، يعني في اصرار عن الفريق الاخر. هن اثنين بيعرفوا انه ما حيصير في انتخابات لشخص صعيد داخل مجلس النواب، ما حيصير. بميشيل سليمان صار انتخاب توافق على شخص، بميشيل عون صار توافق مع حفظ الالقاب، صار توافق على شخص، واليوم بدنا مبادره يعني الداخليه. وبالتالي اليوم رايحين على مبادره للاتفاق على شخص وتفوتي على مجلس النواب ويصدق عليه. ما بيعمره لبنان هو اللي خاض الانتخابات وطلع رئيس، او ممكن يروح مثل ما صار باتفاق الدوحه، يتم هذا اللي عم لك اياه، يتم الاتفاق على مرشح تسبيل. يتم التصديق عليه بمجلس النواب، هذا اللي حيصير. يعني ومن ثم بنشوفها تصديق، انا بنشوفها فرض، يعني تسويه خارجيه تفرض على اللبنان اليوم. لا حقول لك اكثر من هيك، هذه المواصفات لم توضع فقط لرئيسة الجمهوريه ولكن ايضا وضعت لرئيسة الحكومه. يعني السعودي وصل بمكان وهون أنا ما عم أقول هذا، المصادر اللجنة الخماسية وإذا بدك تقول بأنه جرى الاتفاق بين الدول الخمسة على مواصفات محددة لرئيس الحكومة. وخليني أعدل لك يوم، مش من المبكر لأنه ينحكى اليوم فيها رابطة الأدلية الجمهورية ونشوف إذا معنا رئيس جمهورية بدنا نحكي عن مواصفات رئيس الحكومة، لأنه بالنهاية أنت بحاجة لشخصيات. برجع بقول لك ما هو كرمال هيك عم قول كل الاطراف ما بدهم يخوضوا باي مغامره قبل الحصول على ضمانه الموافقه اللجنه الخماسيه بمن فيها المملكه العربيه السعوديه و لانه بانتظار لبنان تحديات اقتصاديه مش تحديات سياسيه اكثر منا. قديش بيعني اليوم المملكه العربيه السعوديه موضوع رئاسه الحكومه؟ طبعا يعني كحكومة اللي هي بتقوم بتنفذ بموضوع الإصلاح. أولا بده يكون رئيس الحكومة، هون عم بحكي مصادر لجنة خماسية وبالتالي كلام دقيق، هذه المواصفات العامة اللي هن بيستسيغوا انه يكون رئيس الحكومة بيمتلكها. أولا انه يكون غير معادي لعائلة رفيق الحريري. ثانيا أن لا يكون معاديا للقوات اللبنانية. ثالثا أنه ما يكون في فساد، ما يكون اسمه موجود الفساد. رابعا أنه يكون اسمه منطرح أبدا بتحقيقات المرفق بيروت، انفجار مرفق بيروت. أن يعود بالعلاقة مع الدول العربية، أن يعود بموضوع عدم قبول بأعراف اللي كانت تحصل بالسابق موضوع رئيس الحكومة، وتحديدا المداورة بالحقائب وعدم القبول بالثلث المعطل. هيدي الصفات كلها هيدي نعم هل تنطبق اليوم على بهاء دين الحريري؟ لا 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 رحتي غير معادية، هو من نفس البيت. لا في أشخاص اليوم. في أشخاص مطروحين. هل تشوف اليوم في دولة راعية اليوم لبهاء الحريري اليوم؟ نعم يعني يكون توقيت اليوم، التوقيت اليوم يقوم بهذا التوقيت بعد صحيح. ما صار عندنا انتخابات رئاسية صحيح. وقبل يمكن سنوات ان شاء الله ما بيطول هالقد. مصادر تقول انه بهاء الحريري عاد بغطاء دولتين اوروبيتين، الغطاء الالماني والغطاء البريطاني. ليس الفرنسي لا مش الفرنسي، البريطاني. ومشان هيك اذا لاحظتي
بعزدين منعزدين جولته الشمالية قطعها وراح استقبل السفير البريطاني، هو السفير الوحيد الدبلوماسي اللي جرى استقباله أو جرى إذا بدك لقاؤه مع بهاء الحريري. لا شخصيات داخلية ولا شخصيات دولية، صح؟ صحيح. السفير البريطاني هو السفير الوحيد اللي اجى من الشمال من عكار، قطع زيارته واجى على الفينيسيا ليستقبل بمقر اقامته السفير البريطاني. يعني ما نشوف عنده رعاية اليوم السعودية ولا امريكية. السعودي اكيد لا، بس الملاحظ اللي صار امبارح موضوع خلف الحبتور حين دعاه للإقامة بفندق الحبتور، وانه انت ابن رفيق الحريري و و و مين الخلف الحبتور؟ خلف الحبتور هو رجل أعمال إماراتي، إماراتي تماما، صحيح. هو من المقربين لرئيس الدولة ولرئيس الحكومة الإماراتي، وبالإمارات طبعا ما حدا بيقدر يخضي خطوات إذا ما كان في تنسيق مع الجهة الحاكمة، ملك بلبنان، صحيح، الرسمية تماما. طيب مين قاعد بالإمارات؟ الرئيس سعد الحريري. وهون نرجع لأول ما إجا سعد بهاء الحريري على لبنان، واضح أنه تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري من كل المحيط اللي عم بيصير لم يقدموا على أي أمر يستفز زيارة بهاء الحريري. لم يقدموا على أي أمر، حتى وهون عم بعطي معلومة، حين كان بزيارة أمين، إذا بتذكري وقت اللي وصل بهاء الحريري كان أمين عام تيار المستقبل بالبقاع عم يعمل جولة، أحمد الحريري، صح؟ لما وصل بهاء الحريري راح عند السيدة بهية الحريري بإطار التعزية، لا مش هو رأي جاب التعزية، راح عند السيدة بهاء بهية الحريري. أحمد الحريري قطع زيارته ولا يعني أنهاها بسرعة، إذا بدك كان في عنده استكمال لباقي المناطق أو لا هيدا قطعها كرمال ما يبين أنه هو بمواجهة مع بهاء الحريري أو يقوم بأمر ما ليكون بمواجهة مع بهاء الحريري. كرمال هيك بتشوفي أنه بهاء الحريري خلص كل زياراته بالشمال وراح على بقاع اليوم هلا بالشمال، وما كان في أي محاولة من تيار عنده بقى بده ينهيها بصيدة تماما، ما وحقلك حتخلصها. واضح انه تيار المستقبل ما صار في اي اشتباك ولا اي مواجهه لا بالارض ولا محاوله الاستفزاز ولا 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 ابدا. هلا طبعا الجو القريب من تيار المستقبل على السوشيال ميديا او ببعض القنوات الاعلاميه عم يكونوا ضد زياره بهاء الحريري لاسباب كثيره يمكن هلا ما في وقت نقولها بقى، ولكن اليوم كتنظيم عم بحكي وكقرار من الرئيس الحريري واضح انه في قرار انه ما حدا يتركوا الناس تعبر عن رأيها، والناس أصلاً عبرت عن رأيها. ما شفنا يعني لقاءات اقتصرت على لقاءات شعبية وما كانت ما شعبية في لقاءات خلينا نقول لقاءات. حضرتك ابنة طرابلس اليوم كيف شفت يعني ملقاهم اليوم لأهل طرابلس بالشمال بإجماع؟ حتى هل اعتبروا أنه عم بيشلح رئيس سعد الحريري اليوم الرئاسي؟ هل يصلح أن يكون هو الزعيم السني؟ هو عم يحاول، هو اليوم بيلاقي أو يتوارث الحريري السياسي، برجع بلك هو اليوم عم يحاول بلاقى أنه هذا الوقت المناسب. وحقلك أكثر من هيك، هو قال لبعض من التقاهم أنه سعد الحريري مش راجع بقى على السياسة، بعكس اللي عم ينحكى أنه ربما يعود. قد يكون لديه معطيات، برجع بلك مثل لما قلت لك انه المانيا والبريطانيين يبدو انه داعمين وجوده بلبنان بحكم انه رجل اعمال، انه قد يكون لديه بعض المعطى انه ما في عوده لسعد الحريري، وجرب بركي انت بترجع بتذب السنه. هل سيعود الرئيس سعد الحريري هذا الموضوع برجع بقول 25 ام انتهت نقول مرحلته السياسيه؟ الناس مرتبطه بسعد الحريري ارتباط ما بقى هو ارتباط فقط طائفي أو ارتباط سياسي، هو ارتباط عاطفي. يعني كيف لما إذا بتذكري نحن ما بنذكر ما بعرف كان بنقرأ أنه العلاقة مثلا، أنا ما عم شبه بس عم بعطي للناس بس هيك، كانوا يقولوا حتى لما كان جمال عبد الناصر ياخذ قرارات سيئة ولما أخذ قرارات كانت يمكن برأي نسبة كتير من المصريين أنه هي قرارات غير محقة وغير صائبة، كان في ارتباط عاطفي مع شخصية جمال عبد الناصر، انه على طول بالدنيا هو يكون موجود
بالرئاسة و كان بيشوفوا في صدق العلاقة تماما. اليوم سعد الحريري هيدي هي العلاقة مع ناسه، هيدي هي العلاقة الروحية والعاطفية مع ناسه، بطلت قصة سنة لأنه أصلا بعمره سعد الحريري ما حكي على رغم أنه تخلل بعض الأخطاء للرئيس سعد الحريري، إنما كان يتعاطى يعني سعد الحريري لا عمره حكي بالسنة ولا عمره حكي بالطائفة ولا عمره حكي بهذا الموضوع، وهذا يمكن لبعض الناس أوقات أخذت فيه عليه، ولا موضوع السلاح والمواجهة والقصص كلياتها. وبالتالي الموضوع هون مش موضوع سعد، عشان هيك إحنا عم نقول لبهاء موضوع مش حقد عليك ومش كره فيك، انت بتدلك ابن رئيس الشهيد رفيق الحريري، بس كان يأمل اللبنانيون بشغله انه انت لما تيجي على لبنان تيجي بمرافقة الرئيس سعد الحريري مع الرئيس سعد او اقله يطلع الرئيس سعد الحريري ويقول للبنانيين انا لغاية هذه اللحظة يا جماعة الخير مش حابب كمل وما نلاقي انه في فرصة لاعمل اي امر بلبنان، في شقيقي بهاء الحريري موجود هو حيستكمل، انا بالنسبه لي ما عندي اي مانع بانه تتعاونوا معه. قد يكون هذا الامر فيه ممكن انه كانت الناس تتعاطى فيه بطريقه اخرى، اما بهيك وضع وبهيك اطار حتى لو خلف الحبطور ما بيجيب له تعاطف لبهاء، حتى لو اجى خلف الحبطور اليوم وقال له تفضل ومعات الامارات يعني مرقتها للموضوع، يعني الرئيس سعد الحريري طبعا هذا الامر بموافقته لان الامارات ما حتستفز يعني شخص مقيم على أرضه وهيدا، معناته الرئيس سعد الحريري فعلا من قلبه من خاطره ما نحابب يواجه بهاء الحريري. معلوماتك بما أن اليوم أعطيتنا كثير معلومات، هل سيعود الرئيس سعد الحريري أو فينا نقول خلاص انتهت المرحلة أو بانتظار أن يعني يشغل المكان رئاسة الجمهورية؟ هيدا الموضوع سعد الحريري بالذات هو من أخذ قرار اعتذار، وصدقيني اللي بيقلك انه لا في اجبار وفي ما في لا اجبار ولا امر، هلا يحط ياخذ قرار سعد الحريري انه يحط اجره باول طياره ويرجع على لبنان ويقود العمل السياسي بيقدر يعملها. شفنا عوضته ب 14 ولكن والكلام انه والله شو السعوديين لما شافوا الزحف على 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 بيت الوسط فاتصلوا فيه وزعلوا قالوا له اطلع على العربيه واحكي انه انت بدك انه كل شيء بوقته حلو ما نكره، هذا كله من مخيلات ودي على ذلك انه طيب فهمنا العربيه، طب الشرق الاوسط واضح طيب جدا الشرق ان المملكه العربيه السعوديه ما بدها اياه هلا بهذه المرحله للرئيس سعد الحريري. مش موضوع المملكه العربيه السعوديه، موضوع هو كرئيس سعد الحريري اقتصاديا حقول لك اياه بكل صراحه، اقتصاديا الزلمه تاذى كثير من الواقع اللبناني المحلي ما فينا ننكر الامام، وسياسيا تاذى ولا انه اللي حواليه ان كان حلفاء او خصوم ما عم يساعدوه، يعني لا وصحيا اكثر وهيك، فعاتي لحاله هذه المهله 3 سنين 4 سنين. اذا بتذكري اول ما خرج وعلق عمله السياسي طلع كلام خزل اليوم خزلوا اليوم رئيس سعد الحريري لجمهوره لتياره ما خزلوا لانه جمهور تركوا لهم اليوم هيدا صارت اول هيدي صارت بالاول بس اليوم جمهور سعد الحريري مقتنع تماما انه خروج سعد الحريري كان معه حق فيه لانه ما كان قادر يعمل شيء. يعني انا بدي اسالك سؤال وبدي اسال اللبنانيين اليوم، لو كان سعد الحريري اليوم موجود باطار هذا التعنت اللي صاير وما حدا بده يعمل اي كان قدم مبادره واحده واثنين وثلاثه وما حدا بده بالنهايه، وبالتالي وهو يعلم تماما انه لبنان وهيدي لنختمها بقى هون لبنان من دون حاضنه عربيه وتحديدا حاضنه المملكه العربيه السعوديه لا يمكن ان يقوم. ابوه الله يرحمه رفيق الحريري عربيه ودوليه، ابوه الله يرحمه رفيق دوليه، شو بدك الدوليه بتجي بعدين بالدوليه، شو بيقول لك امن لي المصاري وانا اقليميه عربيه، اذا بقول لك الدوله شو بيقول لك امن لي المصريات وانا بعطيك الغطاء، صحيح ما بيدفعوا مصاري المصريات صحيح من العرب صحيح. وبالتالي رفيق الحريري الله يرحمه شو اللي غير شخصيته وقوته وعلاقاته العربيه ودعم المملكه والامارات والكويت والخليجيه وهيدا، وبعدين اجى الدعم الفرنسي والامريكي تمام. وبالتالي اليوم يعلم يزال يملك هذه العلاقات اليوم رئيس سعد الحريري طبعا عنده اياها اكيد ودري على ذلك انه وجود اليوم بهاء الحريري ما في ولا سفير بيجي لعنده، هذا مش معناته انه لانه بيكرهوه، لا لانه هن عارفين انه الحاله بعدها ما انا واضحه كحاله، والناس ما بدها يعني الناس ما بدها بالشمال قالت لبهاء انه لا اوكي اهلا وسهلا ويعطيك العافيه بس لا بدنا قرار من سعد الحريري. عشان هيك بختم لك اياها وبقول لك القرار عن سعد الحريري، لما بيطلع سعد الحريري بيقول انا وقفت وانتهيت واللي بيحب يكمل مع بهاء يتفضل ساعتها أمر آخر. والأمل الأكبر عند الناس أنه يطلع سعد الحريري بأي لحظة من اللحظات خصوصا بعد إنتاج التسوية أنه يقول أنا سأعود إلى، وهون بتطمن وبتقولي ساعتها أنه الحاضنة العربية ستعود.
دكتور عبد الله بارودي، نحن انتهى وقتنا للاسف. شكرا لمشاركتك معنا وعلى المعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم. شكراً. وعلى امل انه يصير عندنا رئيس جمهوريه وان تنتهي بده يصير الحرب بالنهايه، لانه اذا ما صار رئيس جمهوريه معناتها ما بقى في لبنان على فكره. صحيح. رايحين على محل ثاني، وهون يعني ما بقى في وقت، بس انه بنتمنى انه يكون في رئيس جمهوريه، لانه نحن عند اذا ما في انتخابات رئاسيه باسرع وقت ممكن لبنان راح على المجهول. شكرا لك لوجودك معنا، كل شكر لكم مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.